أحبائنا المشاهدين في كل مكان في العالم أهلا وسهلا بكم أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج أنت تسأل والإنجيل يجيب آه ببداية الحلقة يشرفني جدا أرحب برجل الله الفاضل الدكتور حليم حصب الله أهلا وسهلا بك يا دكتور يا أهلا بك أهلا يا خان ربي يباركك ويحفظك ويستخدمك في كل مكان في الحلقات السابقة كنا تحدثنا معا عن الغفران وقلنا ان احلى واعظم الوسيلة للغفران هي الايمان وقلت كلام مهم جدا الايمان تصحبه التوبه معا <applause> ونشكر الرب ان لاجل كل مشاهد انا من قلبي بشكر واثق ان كلمه الله لا ترجع في فارغها ان كل مشاهد خد خطوات في التوبة والإيمان وآمن بالرب يسوع المسيح النهاردة بنعمل هنتكلم عن يا ترى بالغفران الرائع له نتائج في الحياة نعم ما هي نتائج الغفران ده, ده نتائج جميلة ونتائج رائعة يحس بيها الشخص في كيانه في داخله مش مجرد أشياء نظرية أنا أحكي عنها في برنامج مثل هذا نعم لكن ده حاجة يشعر بها الشخص أنا عاوز حضرتك تتخيل هذا التخيل واحد دخل السجن ضامن حكم الإعدام لكن سمع سمع عن حكم التبرير ما موقفه لما لا. واحد يقول هذا الشخص براءته ده يرقص فرحا وطربا دي. انا خايف يموت من الفرح نعم يعني عشان كده اول حاجه الانسان بيحس بيها او اول نتيجه للغفران يشعر بها الانسان في كيانه السعاده الغبطه الفرح ولذلك في مزمور 32 اللي سبق الاشاره عليه بيقول طوبى للذي غفر اسمه وسترت خطيته كلمة طوبة يعني يا لعز يا لسعد يا مم. لفرح نعم مثال رائع لهذا الأمر المرأة الخاطئة اللي جاءت باكية مم. وبدأت تبل قدمي الرب بالدموع لما سمعت منه مغفورة لك خطاياك وإيمانك قد خلصك ما يقولش الكتاب خرجت وهي بتبكي أو خرجت وهي بتلطم على وجهها لا طبعا لكن من المؤكد إنجاز التعبير خرجت وفي كم هائل من الفرح نعم. خذ مثال آخر زكى طلب أن يرى يسوع من هو صعد على شجرة الجميس بعد جهاد عنيف الرب جاء تحت الشجرة خاف زكا لألا يوبخه ويكشف أعماله لكن نعرف من الكتاب أن الرب قال له يا زكا أسرع وانزل اليوم ينبغي أن أمكس في بيتك نعم. فأسرع ونزل وقبله فرحا شيء عظيم على طول فرح وهكذا تقرا في الكتاب عشرات الاختبارات كل الذين غفرت خطاياهم اختبروا طعم الفرح الحقيقي الذي يريد الانسان ان يتمتع به عشان كده اقول يفرح جميع الذين غفرت خطاياهم وغفر اسمهم ده اول حاجه يختبرها الشخص نتيجه الغفران الفرح الغامر الفرح الحقيقي الذي يكون نتيجه غفران الخطايا ال يعني العكس تماما عندما يكون حزن وعندما يكون هناك شعور بالذنب الخطيه بتحزن يبقى اذا هناك خطيه رابضه عند الباب شوف الخطيه دايما بتحزن صاحبها نعم يعني ما فيش خطيه الا الا وتنشئ حزن وكآبه غير عاديه في داخل الانسان نعم حتى ان بيفقد كل ما وراءه اللي قدامه واحيانا يقو... ي... هذا الامر يقود الى الانتحار لكن الفرح وسلام وعزه ابدي دي لكل الذين يعني. غفرت خطاياهم عشان كده بنختبر الفرح الغامر بمجرد ما نحس ونشعر ونتاكد ان خطايانا اتغفرت ودي رقم واحد او النتيجه الاولى النتيجه الثانيه الحب للرب يمتلئ القلب بالحب للحب للرب نعم زي ما قال الرب لسمعان الفريسي قال له عن المرأة الخاطئة غفرت خطاياها الكثيرة عشان. لذلك أحبت, أحبت كثيرا من نعم. يغفر له قليل يحب قليل, قليل. نعم. يحب قليل نعم. ومن يغفر له كثير يحب كثيرا كل ما أنا أتأكد من غفران الله لي وأعرف إن خطاياي رهيبة وأثقال انزاحت وأجرتها ترفعت عني كلما يمتلئ قلبي بالبهجة والفرح وكمان يمتلئ قلبي بالحب للرب ودي نعم. نتيجه حتميه ليه الواحد بيحب الرب ليه بنخدم الرب يعني لما اقول ليه 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 كله مبني على اساس واحد حبني أول ليه انا بخدم الرب لاني بحبه نعم طيب ليه انا بجاهد لاني بحب الرب ليه بكره خطيه لاني بحب, بحب الرب طيب ليه بحب الرب لان الرب نعم. حبني وغفر خطاياي نعم رفع عني الاسم والذنب نعم. ودي نتيجه رائعه في كمان حاجه ثالثه تخليني يا نتيجه من النتائج الحلوه الغفران يديني نوع من السلام قلبي يمتلئ سلام السلام ده مع الله ينشا سلام ولذلك انا عاوز اقرا ايه المراه الخاطئه بيقول لها مغفوره لك خطاياك ايمانك قد خلصك امضي بسلام اذهبي بسلام نعم اذهبي بسلام نعم يبقى اذا الله بيدى مع الغفران السلام سلام من جهه الماضي تغفرت خطاياك سلام من يعني. جهه الحاضر سلام المستقبل. مضمون في يد الرب وسلام نعم. من جهه المستقبل الرب مش هيسيبني ليك اذهبي ولا تخطئي نعم. انا هديك طبيعه وما تخافيش هذه الطبيعه لا تجعلك تخطئي ابدا في كمان حاجه تانية يقول ايه اسمع الايه دي ان كنت يا رب تراقب الآسام يا سيد. يا سيد فمن يقف نعم. لأن عندك المغفرة لكي يخاف منك, منك. نعم. يبقى اذا الغفران يديني مخافة, مخافة الرب مهابة الرب بمعنى تاني أقدر أقول أقدر رب. الرب أحترم الرب نعم. وده شيء مهم قوي نعم. لكن لما تبقى الأملية مش فرقة معايا يبقى أنا كده بدوس على المقدسات برجليا واللي على المقدسات يداس نعم. ولذلك احساسي بان حصلت على الغفران يديني نوع من التقدير والاحترام للرب الذي غفر خطاياي حاجه تانية كمان لما انا احصل على الغفران الالهي يديني يديني فرصه ان انا اغفر للاخرين اللي اساءوا الي هقرا الايه شوف يقول لك ايه نعم. يقول ان كان لاحد على احد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا كولوسي 3-13 زي نعم. ما غفر لكم المسيح اغفروا بعضكم لبعض نعم. يبقى إذا أنا أدركت روعة وعظمة الغفران الإلهي ده اداني إمكانية إن أنا إذا كنت إن كان الرب سمحني بالكثير أليس بالأولى أسامح, أسامح أخويا الإنسان بما قد أساء به إلي نسبة إساءة أخويا اللي في البشرية لي إلى نسبة إساءتي لله نسبة واحد إلى ما لا نهاية يعني المشكلة من المشاكل الأساسية اللي مش بقدر أسامح إخواتي إن أنا بنسى إن المسيح تمام سامحني بالكثير شوفوا أقول إيه؟ كونوا متسامحين كما سامحكم الله أيضا في المسيح ده زي ما سامحكم ده الله أيضا واقع. في المسيح كونوا أنتم كمان مسامح. متسامحين إذن هذه بركات لابد منها او قصدي نتائج للغفران لابد منها ونتعلم من غفران الرب كمان لينا المسامحه من من انواع الغفران يعني من معاني الغفران قلنا الله لا يعود يذكر خطايانا وده بعد. حلو قوي لما اتعلمه انا من غفران الله ليا ما خطايا اخويا ان انا ما اخطاء اخواتي مش أمين مش هقول يعني. له سمحتك باسم المسيح سمحتك ولما تيجي اي مشكله تانية. اروح فاتح له المنديل واقول له انت ناسي من سنتين ثلاثه ولا من شهرين ثلاثه قلت ايه؟ يبقى دي مسامحه؟ دي مش مسامحه طبعا. طبعا. عشان كده الغفران الالهي يعطيني ان اتعلم الدرس فيه كما غفر المسيح اغفر وكما نسي المسيح خطاياي انسى وراحت انسى اخطاء الغير وقبلهم في المسيح يسوع ودي نتائج الغفران ربنا يبارك يا دكتور، أنت نقلت لخطوة عملية حقيقية في حياتنا اليومية، إزاي أن أنا أسامح أخويا وإزاي كما سامحني المسيح أسامح أخويا. إخواتي المشاهدين في كل العالم، أنا مش عارف الكلام اللي أنت بتسمعه أخباره إيه عندك، هل أنت تستمتع بالفرح؟ هل أنت تستمتع بالسلام؟ هل أنت عندك قدرة على الغفران؟ إن كانت عندك مشكلة فأنت تحتاج أولاً أن تستمتع بغفران المسيح. النهاردة من فضلك ما تفوتش الفرصة لكن تعال واطلب الغفران والرب يستجيب بأقصى سرعة وهو يكسر الغفران أخوي الفاضل أن نلتقي في حلقة قادمة من برنامج أنت تسأل والإنجيل يجيب الرب يباركك ويكون معك